في هذا اليوم أنه بحمد ربنا عز وجل أنه فرج كربي وأخرجني من السجن، وانتهى معي موضوع الاعتقال الإداري اللي كان مدته 31 شهر. طبعا أنا اعتقلت في 17/7/2014 حتى 19/1/2017، اتمددت 6 مرات بتهمة الملف السري اللي أنا بعرفوش. وأنا كنت مقاطع المحاكم لأنها المحاكم شكلية، والاعتقال الإداري هو اعتقال ظالم بلا تهمة. وأنا طبعا بحيي إخواني في سجن النقب اللي أنا عشت معهم 2.5 سنين، بخص يعني قسم 3، وأسأل الله عز وجل أن يفرج كرب الأسرى جميعهم بلا استثناء والأسيرات، وربنا يفرج كرب الجميع والحمد لله رب العالمين. في ناس قضوا في الإداري أكثر مني، يعني أنا قضيت 31 شهر صحيح، بس غيري قضى 4 سنين و5 سنين و6 سنين. والإداري بفرقش بين الشاب وبين الشبل، وبفرقش بين الرجل الكبير، فرقش بين النساء. والاعتقال الإداري هو اعتقال ظالم. أنا أدعو سيادة الرئيس وأدعو الوزراء وأدعو المقاومة على إنهاء الاعتقال الإداري بأي طريقة، لأنه هو اعتقال ظالم واعتقال بضيع من أعمار الشباب. وأنا بس الله عز وجل إنه يفرج كرب الأسرى جميعهم والأسيرات والأسرى الإداريين. وبالنسبة إلي أنا يعني بدي أبدأ إنه بتحية، يعني أول إشي والدتي ووالدي وأهل بيتي وزوجتي وأقربائي وكل من وقف معي وساند ساندني وساند أهلي في اعتقالي الإداري طوال 2.5 سنين.